نفسك في ايه يا دكتور؟ نفسي في عيادة حلوة وملمومة كده. ماشي. نفسي في عيادة ويكون فيها قسم أشعة محترم. أوكي. نفسي في عيادة أشعة وفيها معمل تحاليل بروفيشنال. وماله؟ نفسي في عيادة أشعة تحاليل يبقى ليها لابي الناس تريح فيه. حاضر. نفسي في عيادة أشعة تحاليل لابي وباركينج كبير. ماشي. نفسي في عيادة أشعة تحاليل لابي باركينج. ليه لا؟ الطمية ميديكال جيت، اشتري عيادة هتاخد مستشفى، هنوفر لك كل اللي تقال ده مهما كانت مساحة عيادتك. الطمية ميديكال جيت، ابتدي كبير. من معمار المرشدين.